جريدة أشواق الإلكترونية تنقل لكم فعاليات معرض الفرس بالجديدة في دورته التاسعة. إيدي فكرة سيون جون مارك، يلا بدينا من رمضان. الفكره هي كنحاولوا نعرفوا بالثقافه ديالنا المغربيه في لي تيشيرت، حيت عينا ما لبسوا دي تيشيرت بدي ميساج اللي ما عندوش علاقه بلا كولتور ماروكان ديالنا. التيشيرت بوريدا هو اول تيشيرت خرجناه، سي دي تيشيرت اللي كيخرجوا اون سيري ليميتي، يعني كل واحد كيوصلوا بسميه ديالو بالنمره ديالو، ولا كاليتي سي لا كاليتي اوت غام. جينيرالمون كنبيعوه في انترنت، مي فيو كو التيشيرت الاول ديالنا اللي هو تبوريدا جا مع لا تيماتيك ديال لو سالون دو شيفال، اون ا مي لي مويان باش ان شاء الله باش نكسبوزيو هنايا. في انترنت كنبيعو مزيان، ها هو الناس في المغرب باقي ما كيشريوش، ما عندهمش لا كولتور ديال لاشا في انترنت، داكشي علاش بدلنا حنا شي شويه لا استراتيجي وحاولنا نجيبو لهم منتوج باش يقدروا يشوفوه يقيسوه يعرفوه، حيت اللي كيشوف الثمن كيقول لك راه شويه المنتوج ديالكم غالي، ولكن ما كيعرفش بانه سي لا سيري ليميت، يعني تيشيرت غادي تكون لابسو نتايا ما كاينش ماشي كلشي لابسو، وزعما كاين حطينا فلوس بزاف باش لا كاليتي ديالو تكون مزيانه ولامبرسيون تكون مزيانه وصبن ورد كما كنقولوا بالمغربيه. ولا سيناتور ديالنا هي لبس قدك يواتيك، بغينا نلبسوا شي حاجه اللي عندها علاقه مع لا كولتور ديالنا المغربيه.